التور عنده the empress، الخصوبة، الأمومة، بمعنى اللي متوقع طفل أو مستنية طفل بإذن الله يشرف، بإذن الله يكون في حمل، اللي مش ما اتجوزتش لسه بإذن الله بتتم جواز، حالة حب أو اللي لا ده ولا ده ومرتبطين أوريدي، الحالة الجنسية عندهم كويسة، الحب عندهم غير مشروط. يعني واضح إن الحب، أو يمكن دي كان المرحلة دي عدت خلاص، عدوا بالمرحلة دي أو ممكن لسه يكونوا حاسين بيها. في شيء استناه الثور بقاله فترة، ممكن يكون حاجة كان عايز يعرفها، حاجة كان محتاج يكتسبها، شكله بيكتسبها الفترة دي، بس أنا مش عارفة ليه حاسة إن حاجة هو كان عايز يعرفها مستنيها بقاله فترة، ولما عرفها قال يا ريتني ما عرفتها. خسارة، حاسس بخسارة شديدة. لو ما كانش ده فهو خير كان مستنيه، أو حاجة اشتغل عليها وإن شاء الله بيجنيها دلوقتي، بس في خسارة من حاجة تانية. لو الكارتين دول مرتبطين ببعض فأنا حاسة إن هي حاجة كان عايز يعرفها الثور، ولما عرفها حس بخسارة، وحسن عنده نهاية ألم. ده نهاية ألم بمعنى إنه لو كانت الحاجة دي محيراه ومسددة له حيرة، مش عارف، ما كانش عارف يعيش، فالألم خلص انتهى بمجرد ما عرفته بالحاجة اللي كان عايز يعرفها دي، وزي ما بيقولوا البلا وقع خلاص فارتاح. كويس. حاسس بالندم، في ندم فعلا جدا، حاسس بندم، حاسس ان هو حط ثقة في حد ما كانش المفروض يحطها فيه، حاسس بندم ان هو اتصرف بطريقة ما كانش المفروض يتصرف فيها، يتصرف بيها، زعلان، في زعل، واضح انه في زعل. بس التور من الابراج القوية جدا، King of Swords، مع الخسارة وحالة الارتباك اللي هو فيها دي، فهو لسه قوي وذكي ومحبوب، واقف على رجليه. يعني ما تفكروش ان الموضوع خلاص، يعني كده الدنيا وقعت فالتور، لا، ده التور ما بيحصلوش كده، بيكمل عادي جدا ومكمل حياته طبيعي جدا بمنتهى القوه، وشكله كمان بيبتدي حاجه جديده، قرر يبتدي حاجه جديده، يعمل حاجه جديده ما كانش متعود يعملها، او في تغيير في العمل، ممكن يكون بيغير عمل، ممكن يكون بيتعلم حاجة جديدة، أخد كورس، بيتعلم كورس معين، أخد دورة تدريبية في حاجة معينة، أو حاسس إن هو إيه، بيصلح الحاجات اللي اتكسرت جواه، قاعد عمال يصلح فيها وإيه، يظبطها كده ويرتبها تاني. التور لو كنتوا حاطين أساس لحاجة، ويعني أساس شغل، اساس ارتباط، اساس حاجه يعني لسه في اولها، حطيته اساساتها، فهي لسه عايزه شغل، والحاجه دي كويسه، الحاجه اللي انت شغال عليها دلوقتي وحطت اساساتها يا تور، طاقتها حلوه، ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه جدا. الامبراطور كمان، بصوا ده شخص يعني مخضرم زي ما بيقولوا، ده مخضرم، ده اخد اقلام واخد سيوف، اهي السيوف الكتيره جدا دي ادتك يا دور قوة وعقل وخبرة، خلتك قوي جدا جدا في مكانك، الناس بقت تجيلك للنصيحة. كويس. بس واضح عندي كمان تعب، في تعب، في إرهاق، محتاج ترتاح، محتاج تنام، واضح ان في ستريس جامد عليك. هنتكلم عن موضوع الستريس ده دلوقتي، هقول لكم اللي بيعاني من المشاكل دي، حاسس بستريس، حاسس ان طاقته مش مظبطه، لان واضح ان طاقته في الدور مش حلوه، ده عشان هو اللي كسرها، هو اللي كسرها. اوكي يا وئام. طيب هلخص القراءه بسرعه. الدور اما مقبل على زواج او على حمل، او هو جنسيا يعني نشط، يعني الدنيا عنده الجنسية كويسة، في هنا
حاجة هو كان مستني يعرفها، حاجة كان مستني إنها تجيله. المهم في حاجة جاية له، بس اللي جاي له ده خير يعني، بغض النظر إن واقعه عليك كان وحش يا طور، وحاسس بخسارة وهزيمة، وحاسس بنكبة إنك أنت منكوب، إلا إن ده خير، معرفتك بالموضوع ده خير. ليه بقى؟ نهاية ألم، خلاص الألم هينتهي، الحاجة الخوف اللي كان عندك والطعنات اللي عمال تاخدها كل شوية خلاص هتقف، أنت عرفت جبت آخر الموضوع. كينج اوف سوردز قوي ما شاء الله، واجتماعيا محبوب، وبتحاول إنك أنت تداوي الخلل أو عدم الاتزان اللي عندك ده بإنك تكون وسط الناس، دي حاجة حلوة قوي، الناس فعلا هيساعدوك. في عمل جديد أو عملية إصلاح بتحصل معاك يا تور، إن شاء الله تبقى حاجة كويسة جدا، في أساس لشيء أنت حطيته وإن شاء الله هتكمل عليه، بقيت قوي جدا يا تور، وعندك الأهلية والصلاحية إنك تكون الإمبراطور فعلا. الإمبراطور ده هو اللي بيقول إيه اللي يتعمل وإيه اللي ما يتعملش، هو اللي بيسن القوانين، وبناه قوي ما بيتهدش ما شاء الله، لأنه خلاص بقى عنده خبرة. بس ارتاح شوية يا تور، أنت محتاج للراحة. بس القراءة يعني واضح ان في ايه حقيقة، بس انت اتصدمت بيها. طيب دي قراءة المجموعة الأولى، انت صح على فكرة، بشكرك يا آمي. قوس التوافق بينهم ايه؟ بصي يا ندى، التوافق بين برجين زي بعض مش كويس، لان بيبقوا على الاغلب يعني، على الاغلب مش في كل الاوقات، بس على الاغلب بيبقوا حاملين نفس الصفات ونفس العيوب، يعني ده عنيد وده عنيد، ده متهور وده متهور، فالدنيا ما بتبقاش كويسه. فانا الصراحه مش بنصح بنفس البرج. اهلا يا منيره، منوراني انت واهل لبنان الامارات. اتلخبط بين جدي ودلو. 25 واحد، انت تقريبا 25. طيب انت دلو مش جدي، دلو صح كده، ايه بالظبط؟ ميرسي يا ياسمين. حاضر يا اطفال، هنقول كل حاجه، هنقول الجوزاء وفاضل العقرب، فاضل هنا الجوزاء سوري الميزان والعقرب، نبقى خلصنا خلاص. طيب تعالوا نشوف حالته العاطفية عاملة ايه. ولعب رب النهايات، الحمد لله طالما النهاية حلوة يبقى كده زي الفل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زهرة الريحان. الثور عايز ايه؟ الهموم والأوجاع أو الحاجات اللي عنده خلاص تكاثرت عليه، بقت فوق طاقة احتمال. عايز مساعدة شريكه، عايز شريكه ياخد بإيده ويشيل من عليه شوية، ويعني يا رب ما يكونش هو السبب في كل العصيان دي. عصيان الثور وما همومه ومشاكله او متاعبه بقت اقوى منه خلاص، بس هو واضح انها حاجه تخص العلاقه. نفسه في مرحله جديده بقى، عايز مرحله جديده، خلاص تعب، عايز تبتدي من الاول. شايف شريكه ازاي؟ شايفه زعلان، ممكن يكون زعلان عليه او زعلان هو في المجمل، بس في قلب مجروح، في جرح، في الم، في عاصفة، في عاصفة. الشريك الثور داخل في عاصفة في الحالة العاطفية بتاعته. الطاقة مش حلوة يا ثور، الطاقة فيها هنا خوف وقلق، توتر، انتوا النوم عندكم بايظ، انتوا ما بتناموش، بتصحوا في وسط الليل، بتصحوا تفكروا، تعبانين نفسيا، تعبانين من كتر التفكير جامد. شريكك بقى عايز ايه يا ثور؟ عايز توازن، عايز الموضوع يتوازن، يعني بمعنى ان لو هو جاي عليك يبتدي يصلح، لو انت جاي عليك يبتدي تصلح، الموضوع يبقى فيه توازن. تمبرنس ده
حاجه بتشير للتوازن، زي ما انتم شايفين الصوره بيدلق ميه من كوبايه لكوبايه في منتهى التوازن، يعني كل واحد واخد حقه ومش جاي على التاني. نفسه يحس بفرحه، نفسه يحس بامان، نفسه يحس ان هو نجح، ان العلاقه بتاعتكم ناجحه. هو عايز ده، هو عايز ينجح العلاقه. يعني هو مش سائل، لا، شريكك عايز يصلح. في قراءات بتشوفوها بيبقى الشريك من الناحيه التانيه مش معاك اصلا، يعني انت عايش في قصه وهو في قصه تانيه اصلا. هو عايز يعمل فلوس، هو عايز يسافر، هو عايز يعمل معرفش ايه. لا لا لا، شريكك مركز معاك وعايز يصلح، عايز يساعدك. شايفك ازاي دهانك مع ضحي ضحي جامد جامد، وصابر صابر عليه، او صابر على شيء فيه صبر جامد، يعني بمعنى ان هو شايفه معناه ان هو مقدره، يعني انا شايفه ان هو حاسس بيك. في خبر حلو جاي لكم يا ثور، ان شاء الله في خبر حلو، خبر هيصحصح الدنيا شويه. شايف عمليه صلح، في حد بيقرب من التاني وبيصالحه وبيقول له ما تزعلش حقك عليا، فك خلاص وكده، والدنيا ان شاء الله تبقى كويسه. يمكن هيحصل عتاب شديد، هتتعاتبه جامد جامد جامد، بس يا ريت الموضوع ما ياخدش صورة الخناقة دي، يعني يكون عتاب تعاتبه كل حاجة، بس يعني يكون بهدوء اكتر من كده. بس هو دي حاجة ولازم تطلع، وانا مع ان هي تطلع، لان اول لما هتخرجوا اللي جواكوا هترتاحوا وهتبتدوا تصفوا لبعض تاني. وما شاء الله هنا في بقى مغامرة، الشمس طلعت اهي، الحمد لله الحمد لله. شايفة مغامرة، شايفة انه خلاص هتبتدوا تخفوا بقى، شايفين خفيف ازاي. وممكن ممكن تسافروا، تغيروا جو بحيث تغيروا المود ده. ممكن يكون ده سفر على فكرة، ان شاء الله حاجة يعني صد رد في نفس اليوم. مجرد التغيير، لا، في متعة هنا، في متعة، وحاسين بفرحة وحاسين بأمان، وحاجة حلوة جدا جدا ما شاء الله. هلخص القراية بسرعة. الثور همومه كتير، مشاكله كترت قوي عليه، محتاج مساعدة، نفسه في مرحلة جديدة. شايف شريكه حزين وزعلان، الطاقة وحشة جدا، الطاقة فيها توتر وانعدام نوم، ما فيهاش توازن خالص. شريكك عايز يعمل التوازن ده، وعايز الشمس تطلع وتبتدي العلاقة تصح وتنجح. وشايفك قد ايه انت صابر ومضحي، شايفه انه هيتسمعوا خبر حلو، وفي حاجه هتقرب المسافات، يعني الخبر ده هيفرحكم. عارفين لما تبقوا انتوا زعلانين بس يجيلكم حاجه من بره تفرحكم كده، فتبتدوا تتفائلوا شويه والدنيا عندكم تهدى شويه. افتكر ده اللي هيحصل، وهيبتدي يعتذر، وهيبتدي يعني يقر بغلطه ويعتذر. انت هتعاتبه جامد جامد جامد، بس بعدين ان شاء الله الدنيا كلها هتبقى كويسه جدا. ده فول خلاص بقى، شويه بقى ايه، مرح، شويه شويه انبساط. اختاري انت يا لولو، اختاري انت حبيبتي. طيب حبيبتي بشكرك جدا يا مي، ميرسي يا روح قلبي. القوس موجود في الصفحه يا منيره. هلا عبد القادر، اهلا اهلا بيك، منورنا. بشكرك يا محمد جدا، كلامك صح. بشكرك يا شيماء قوي. يا رب، انا لسه كنت بتكلم على الموضوع معه وببص لقيت قرايتك لجوردي، وانت عندك حق، طمنتيني. كويس قوي يا يوتي، الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. ميرسي يا اني قوي قوي قوي. طيب بص، طيب دلوقتي الادمنز بيختاروا مين اللي هيبقى ليه قرايه خاصه مجانيه. مش عايزه حد يزعل، لان احنا بنختار شخص واحد. طيب حبيبتي يا ساره، ده انت اللي امر، وانت عسل يا لمر. طيب تعالوا ناخد بقى المجموعه الثانيه، برج الثور. المجموعه دي بتبتدي من 1 لحد 10 مايو، من 1 ل 10 مايو بإذن الله يا ريم يا رب. اوكي يا مالك، حاضر، كله صح، الحمد لله يا امي. اه
بقيت بخاف منك خوف، الكارت ده بقيت بخاف منه جدا. Page of Pentacles بيقول لنا ايه؟ العقرب سوري الثور حاسس ان هو معتمد على نفسه شويه ماديا، ابتدى يعتمد على نفسه او عايز يعتمد على نفسه. Page of Pentacles كمان بيوصفك يا ثور انك شخص عندك كبرياء وعندك عزه نفس، ما تحبش حد يجي عليك ابدا ولا يهين كرامتك، كرامتك شيء يعني مقدس بالنسبه لك. شايفه قدامي علاقه ثلاثيه اهي متلازم معاها الشيطان. بصوا جنب بعضهم علاقه ثلاثيه جنبها الشيطان، تعالوا نفسر بقى اللي بيحصل ده. ايه اللي بيحصل ده؟ خلينا نفرض فرضيتين. اول فرضيه ان ده احتفال، اوكي الثور بيحتفل بشيء، لان الكافي ده ليه معنيين زي ما انتم عارفين، ده ممكن يكون علاقه ثلاثيه بمعنى فيه خيانه من طرف، او ممكن يكون احتفال بحاجه معينه. فلو هو احتفال فده حسد، يعني تحتفل من هنا تاخد العين من هنا. خلي بالنا يا ثور لو حد عنده احتفال فعلا ومجمع ناس حواليه وبيحتفل معاهم يحصن نفسه، لان الناس يعني ما بقتش بتشوف الموضوع بتتمنى لنفسها وبس، لا بتتمنى انها تزول منك، يعني هو كده. فخلي بالك بس من الحسد ده، بس شكلها حاجه مش هتاثر عليك يعني ان شاء الله، بس في حسد. لو هي علاقه ثلاثيه اوكي، ف واضح ان في حد من الليله دي اللي هما يعني سواء الاولى او الثانيه او ايا كان اللي فيهم عامله سحر، عامله سحر للشريك. اوكي في عندنا نجاح، الناس اللي بتسال اخبار العمل والدراسه اخبارها ايه، ذا وورلد ده اكتمال دائره نجاح ان شاء الله من كل الجوانب، والناس بتهنيك وبتقول لك برافو عليك، جود جوب ويل دان، ما شاء الله حلو قوي قوي قوي. ايس اوف وانز زي ما انتم عارفين انا خلاص اكيد حفظت كروت ايد دي اللي نازله من السما وفي سحاب حواليها دي، دي بحس ان هي ايد ربنا بتمد، يعني ربنا بيمد ايده ليك بيديلك طاقه، طاقه جديده عشان تنشطك، عشان تقومك، عشان تساعدك على حاجات انت عايز تنجزها ان شاء الله. يعني انا بحس ان دي بيقولك ربنا معاك، ربنا موجود معاك في ظهرك. Queen of Wands Two Wands Ace of Wands و Queen of Wands اهي ليدر الثور قائد، وهو بطبعه في القيادة دي، لو هو بيعمل اي حاجة فيها فن، كتابة، مزيكا، رسم، أي حاجة من نوع الفنون دي، فهو الإبداع عنده عالي قوي الفترة دي. وكمان في هنا طاقة القمر، طاقة الهدوء وطاقة التعبد وطاقة تأمل، هادي هادي عنده سلام داخلي كويس قوي. انجوي يا ثور، يعني استمتع بكل لحظة من السلام الداخلي ده. بس عايزاك تنتبه برضو من حاجه، ان في حد متربص لك، في عقرب عارفه كويس جدا، قريب منك جدا، عارف كل تحركاتك ومستني، مستني حاجه، مستني يشمت، مستني يأذي، مستني حاجه. Just be careful. شايفه هنا تطور مادي الحمد لله، ده ما كانش في المجموعه الاولى، بس في تطور مادي وحاله امان من الحاله الماديه ان شاء الله. في عملية تحول هتحصل، افتكر دي هتترتب على النجاح اللي هيحصل لك يا تور. بعد النجاح ده في عملية تحول هتحصل، في شقلبة هتحصل، مسار، في مسار بيتغير ملحوظ، يعني انت هتاخد بالك ان الدنيا بتحول بيك. لا الدنيا بتحول بيك دي للحظ، لا الدنيا بتتغير تاخد شكل تاني. سترينث التور واجه، انت محتاج، وتقريبا دي الطاقة اللي انت كنت محتاجها اللي ربنا بعتها لك، محتاج تواجه شوية، يعني اللي جواك طلعه قوله بدون ما تأذي مشاعر حد، بدون ما تغلط في حد، طلع اللي جواك. وبيديني كمان ايحاء تاني الكارت ده ان الثور مسيطر على حد صعب السيطرة عليه،
مسيطر عليه جدا، بس مسيطر عليه بعقله يعني، محجمه ومروده، مروده شخص قوي، وهو مروده الثور بس بذكائه. حلو جدا جدا. تعالوا نلخص، نورك يا مجاهد. الثور اما بيعتمد على نفسه ماديا، او لو ما كانش ده فهو عنده عزة نفس وعنده كرامة وعنده يعني ما بيقبلش الإهانة. اما في علاقة ثلاثية في طرف منها عامل سحر، اما ده احتفال يتبعه على طول حسد. في نجاح ان شاء الله، في طاقة جديدة ربنا بيمدك بيها ان شاء الله، في هنا ابداع لو الناس اللي بتستعمل اي حاجة فيها فنون، في ابداع ان شاء الله، وفي قيادة في الموضوع، عارف انت عايز تعمل ايه وبتعمله. في طاقة تأمل، طاقة تعبد، في سلام داخلي جواك استمتع بيه، في تطور مادي إن شاء الله، في عملية تغير أو تحول هتحصل في حياتك يا ثور. يمكن تكون حاجة تخص العمل، بس هي حاجة كويسة جدا إن شاء الله. في هنا إما إنه أنت محتاج تواجه أكتر يا ثور، أو إنه أنت مروض حد قوي جدا وصعب ترويضه، بس أنت مروضه بعقلك. كويس قوي 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 قوي. وافتكر انت عارف تروده بسبب السلام الداخلي اللي جواك، ده مخلي تركيزك عالي، يعني عارف بتعمل ايه وبتعمله امتى، بحيث انك تعرف تسيطر.